السلام عليكم. كواليس مقتل مدرسة على ايد جوزها. الموضوع هيبتدي من محافظة القاهرة البدرشين. وصلت عتاب ما بين الزوجة لزوجها اللي دايما بتقوله انت بتخني، مرة في التانية في التالتة في العشر، لغاية لما الزوج قرر في يوم من الايام ان هو ينهي على حياته بمحض الصدفة، برغبته، بالموضوع اللي حصل. ايا كان، الزوجة المدرسة اللي دخلت على جوزها في اخر دقايق في حياتها قالت له انت بتخني للمرة الاخيرة، وانا بأكد لك الكلام ده ان انت بتخني، ودايم الخيانة ليا، والموضوع ما بيننا مش هيستمر. بعد وصلة العتاب الكبيرة اللي ما بين الزوجة لجوزها، قرر ان هو ينهي على حياتها، خنقها، حط المخدة على وشها، لغاية لما لافظت أنفاسها الأخيرة بعد وصلة العتاب اللي هو ما استحملهاش. بعدها على طول لبس لبسه، حط البرفان بتاعه، نزل على شغله ببرود شديد جدا. بنتها اللي عندها 14 سنة دخلت عليها، ماما ماما مفيش حد في البيت، لغاية لما دخلت الأوضة عليها لقيتها جثة هامدة. على طول البنت صوتت، القرايب جم وقالوا ان هنا في شبهة جنائية، لان كانت في اثار خنق على الرقبة، او في اثار موجودة على الرقبة. رئيس مباحث البدرشين على طول جه في الحال، التحريات اللي اكدت له ان مفيش حد دخل ولا خرج من البيت، التحريات اللي اكدت وجود خلافات مستمرة ما بين الزوج والزوجة. في خلال وقت قليل جدا قدر رئيس مباحث البدرشين ان هو يجيب المتهم جوزها، اللي اعترف له على طول بعد الضغط القليل جدا عليه. قال له بعد وصلة العتاب الكبيرة اللي ما بيني وما بين مراتي اللي دايما بتتهمني فيها في الخيانة، قررت ده انا انهي على حياتها في لحظة طيش او لحظة غضب، والموضوع انتهى على كده واتقفل. عايزين نقول كلمة، وصلة العتاب اللي موجودة دايما ما بين الزوج والزوجة محدش هيقدر يقول انها مش موجودة، ولكن علشان توصل لمرحلة القتل يبقى هنا كانت استحالة الحياة ما بينهم هما الاثنين. كانت المفروض الزوجة في الوقت ده قررت الانفصال من وقت كبير جدا، وكان برضو على الزوج، كان المفروض ان هو يقرر ان هو ينفصل عن زوجته لو حس ان الموضوع ضغط عليه بالطريقة دي. نقطة كمان، استحالة العشرة سهل جدا موضوع الانفصال او الطلاق، ده ربنا سبحانه وتعالى شرعه، ولكن علشان تيجي بنتي في يوم من الايام اعرف ان هي اتقتلت عن طريق جوزها اللي عنده منها عيال وكبار، يبقى هنا الامر في ان الموضوع بس مش بس ان هو موضوع قتل، لا، ده جريمة قتل كاملة متكاملة، لان هو قرر ان هو يقتلها، وحتى لو كانت في لحظة غضب فالقتل موجود. رحمة الله على السيدة اللي توفت، او المدرسة اللي توفت في مركز البدرشين في القاهرة، رحمة الله عليها وعلى كل واحدة زيها. عايزين نقول كلمة صغيرة، وصلات العتاب بتبقى موجودة، ولكن المفروض يبقى وصلات العشم أكبر من كده، يا إلا في اللحظة دي يبقى استحالة الحياة ما بين الطرفين أو ما بين الزوجين. رحمة الله على السيدة اللي توفت، ويا ريت نتعيلها بالرحمة والمغفرة، وربنا يصبر أهلها وبنتها الكبيرة اللي دخلت عليها ولقيتها ميتة، اللي أعتقد هتخش في حالة نفسية كبيرة جدا وهتكره كلمة جواز يعني إيه. سلام عليكم.